سوينا تزيينات للعيد هاي البالونات لأنه ما كان عندنا تزيينات حلوة وسوينا تزيينات جديدة. وكمان أجت عندنا خالتي خديجة هي منحبها كتير ولعبنا مع بناتها وعندها بيبي اسمه كرومي ضل بحضني كتير لأن أنا كتير بحبه. وشوفوا هاي أنا رسمتها هاي كمان شوفوا هذا الغسال حس زينة دوري وأنا رسمت هاي أوكي. وكمان شوفوا هاد الغزلات وأعطينا واحد لخالتة خديجة هاي واحد أزرق واحد أبيض هون كمان واحد أبيض عن هاد دبدوب أصفر. وأنا كتير بحبكم باي سووا لايك وشير وسبسكرايب وما تنسونا منحبكم حبكم كتير ما تنسونا.